السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء. برج الجوزاء صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طيب، التصوير بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاك العكس وكاني ماسكه المصحف غلط، فيا ريت تخلي بالك من النقطه دي. هي بس كل المشكله ان التصوير بالكاميرا الاماميه. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكبر بخاطركم. خلوا بالكم يا برج الجوزاء ان فيديوهاتكم بدات تقع علشان انتوا مش مهتمين ولا بتضغطوا لي لايك على الفيديو، فحاولوا ترفعوا الفيديو بتاعكم باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب. وكل سنه وانتوا طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير. الصوره اللي هتطلع هنفسرها مع بعض، وهي اللي هتقراها الايام اللي جايه. بسم الله. سورة الأحزاب، سورة الأحزاب. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندكم تقوية في علاقة، تقوية مع الله، تقوية حتى مع نفسكم. أصبحتوا أقوى، أصبحتوا بدأتوا تعملوا حاجات مختلفة. دايما جوه قلبكم في خير لكل الناس، ودايما متوكلين جدا على ربنا، بس قلبكم في وجع مش ظاهر. الوجع ده مكتوم بينكم وما بين الزوج او الشخص اللي في الحياة العاطفية او مع حد معين. تعبكم نفسيا، مفيش طهارة في العلاقة بينكم، دايما في مشاكل. دايما عندكم أبنائكم، أولادكم، عندكم أطفال تعبانة دايما بتشتكي على طول، رغم إن أنتم مش مقصرين معاها. عندكم هدوء تام من الفترة اللي جاية، وهيكون في صالحكم. البعض منكم باله مشغول جدا بتسديد إساط عليه، رغم ان انتوا عندكم موعد مع الله. كشفتوا خيانة او هتكتشفوا خيانة الايام اللي جاية عن مال بيتسرق منكم وانتوا مش اخدين بالكم. في اخطاء اخطأتوها تخص الحياة العاطفية، وبدأتوا تاخدوا قرارات غير اللي انتوا بتاخدوها حاليا. البعض منكم ممكن يكون، لو انت فتاة عندك مشاكل نسائية، عندك عرق نساء، عندك مشاكل في مشاكل نسائية، فبدأت يعني بتحاولي ان انت تلاحظي الموضوع، فبدأت ان انت تاخدي علاج. الفترة اللي جاية دي هيكون عندكم هجرة، هيكون عندكم اسمة نصيب مفتوحة في السفر، وهتبقى فيها خير جدا ليكم. فياريت تركزوا كويس جدا ان انتوا تفعلوا الحاجات الجديدة اللي عندكم، علشان البعض منكم ناوي يغير حاجات كتيرة جدا في باله، رسم خطط فبيشتغل عليها، رسم امور فبيحاول ان هو يبني اشياء جديدة الفترة دي. عندكم رقم 3، رقم 3 ده عشان نكون صراحة مع بعض، حاجة من الاتنين، لإما تبشرات، لإما أخبار، لإما حاجة تخص رقم 3، أو في نفس الوقت ممكن أنت تكون رقم 3 ده رقم بالنسبة لك حاجة كبيرة. عندك بشرة هتجيلك الفترة دي، والبشرة دي هتكون خير ليك قوي، هتفرحك. انت على وشك نهاية حاجة، لإما على وشك نهاية مشروع، لإما على وشك نهاية يأس، ظلم، كسر، الله أعلم. بس انت خلاص قدامك خطوتين بالظبط أو 3 خطوات وتوصل للنهاية اليأس اللي انت فيه. عندك هنا مفاجأة حلوة جدا قريبة منك، المفاجأة دي هتفرحك قوي وهتديك طاقة كبيرة جدا لقدام، وهتحس قد ايه ان انت بالك هيكون مرتاح. كمان انت هنا في شوية مواضيع بالك مشغول بيهم قوي، اكتر من حاجة بالك مشغول بيها قوي، عمال تسعى الفترة دي. البعض منكم خاطب او داخل على حالة ارتباط، عندك الارتباط مفيش استقرار، تغيرات بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريك، مفيش تفاهم، عندكم علاقة مع ابراج نارية، وفي شوية ضغوط بينكم وما بين بعض. انتوا هنا لما بتحبوا بتحبوا قوي، بس في حد طمعان فيكم، حد بيسحب منكم. انتوا براءة جدا، ماشيين بما يرضي الله في الحياة، بس عندكم حد بيعرف يستغلكم.
بتحبوا الخروج، بتحبوا التغيير، ما بتحبوش قعدة البيت، بتحبوا تطلعوا وتجددوا من كذا حاجة. كمان قلبكم طيب قوي، من ورا طيبة قلبكم دي اتخذلتوا اكتر من مرة، او بمعنى اصح اتطعنتوا في حاجات كتيرة جدا. اليومين دول انتوا بترسموا خطط، بتنفذوا، بتحاولوا تسعوا، عندكم اكتر من تعديل في اكتر من موضوع، وقررتوا ان انتوا تاخدوا حقكم تالت ومتلت الفترة دي. كمان الفترة دي انتوا بدأتوا تعرفوا ناس في حياتكم، اعداء من احباب، مصالح مش من مصالح، بدأتوا تفهموا كل الاشخاص اللي حواليكم وتعرفوا كل واحد عايز منكم ايه. وزي ما قلت لكم النفور اللي بينكم ما بين الشريك ده امر طبيعي، بس انتوا عندكم ضغوط، الشريك في حد عايز ياخده منكم، خلوا بالكم من النقطة دي، الشريك في حد بيعمل له سحر وبيعمل له حاجات تخليه يبعد عنكم، فخدوا حذركم من النقطة دي وما تقعوش في الفخ ده. في حد عندكم دايما بيجيب اللوم عليكم في كل حاجه، رغم ان انتوا تحملتوا حاجات محدش يستحملها، عشتوا حاجات محدش يعيشها، يعني عملتوا حاجات كتيره جدا، بس ربنا هيكبر بخاطركم في الوقت المناسب. عندكم حد هيزوركم الفتره اللي جايه، هيبقى في زياره بينكم وبين بعض، ما بينكم يعني، حد هيجي يزوركم وهيبقى في كلام وهيبقى في مواضيع هتتفتح وهيبقى في كذا حاجه. في 2 ستات هنا هيزوروكم زياره مفاجاه الفتره دي، وهيبقى في كلام بينكم، فخلوا بالكم من النقطه دي في اي حاجه. في رجوع بينكم وبين حد من ابراج ترابيه، عندكم رجوع وعندكم كلام، بس دايما هدوا بالكم وهدوا اعصابكم، علشان انتوا دايما محطوطين في خانه الكلام السلبي، او محطوطه بمعنى اصح في، يعني دايما محطوطين في خانه كده طاقات ومشاكل انتوا في حياتكم. عندكم رجوع زي ما قلت لكم، وعندكم طاقه ايجابيه باذن الله الفتره اللي جايه، واكتر الرجوع ممكن يكون مع برج الثور، عشان برج الثور هيبقى في كلام بينكم، وهيبقى رغم ان انتوا في شد دلوقتي، بس هيبقى في صلح، او هيبقى في كلام بينكم وكل واحد هيقول اللي عنده. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله برج العذراء هنا بيفكر فيكم، بيحبكم جدا، او انتوا يعني ممكن الفترة اللي جاية يبقى فيه كلام خلال 3 ايام، خلال 3 ساعات، فخلوا بالكم. كمان انتوا هنا مصدومين من صدمة كبيرة جدا، فياريت تكونوا حراسين اكتر الفترة دي، عشان في صدمة كبيرة. في واحدة ستة عندكم هنا تخينة وعريضة كده وملامحها واضحة، يا ريت تخلوا بالكم منها، امحوية الست دي، حسودة وبتاعت كلام كده. انتوا اليومين دول برضو شغالين على مال، شغالين على ورث، شغل في محكمة، شغل بين اخوات، الله اعلم، او انتوا ليكم حق متاكل، ليكم حق اكلينه منكم، اخدينه غصب عنكم، وانتوا مش عارفين تعملوا اي حاجه، الله اعلم. بس بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم رجوع مع ناس كتير جدا في حياتكم، وحياتكم هتبدا تتظبط او هتبدا تتحسن، فيا ريت تخلوا بالكم من النقطه دي وتحرصوا على التعامل مع بينكم وبين حد. هنا كمان في طاقه، والطاقه دي هتكون طاقه جميله جدا، وهيبقى في رجوع حقكم عندكم الفترة اللي جاية، بس انتوا الفترة دي نفسيتكم تعبانة، عندكم كده تشنقات، عندكم خنقة، تكتيف، عندكم وجع في البطن من غير اي سبب، لدرجة ان انتوا مبقاش عندكم توازن زي الاول، بدأتوا تفقدوا حاجات، بدأتوا تعملوا حاجات كده غريبة. في حد عندكم هنا بيرمي عليكم الطاقات على طول، في شوية حاجات بتعاني منهم في جسدكم او في حياتكم بالكامل. عندكم واحدة ست، الست دي معاها بنتين، حقودة غيارة، ما بتحبش لحد الخير أبدا، فياريت تخلوا بالكم برضو منها. بسم الله هنا ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم، انتوا هنا عندكم ست، الست دي يعني باينة قوي ان هي بتأذيكم، وانتوا هتاخدوا بالكم من النقطة دي. عندكم حد عايز يعمل عملية في أرض بيتكم، العملية دي هتكون خير ان شاء الله بإذن الله، وهتكون صلح، لو هم قلقانين أو خايفين فهي هتكون صلح. عندكم هنا حرف السين، حرف الميم، حرف الحاء، حرف الالف، حرف النون، دول موجودين في حياتكم الحروف دي، وفي بينكم كلام او في بينكم ارتباط او رجوع، حد هيرجع لك منهم الله اعلم. خروج كمان من الطرف الثالث من حياتك، خروج الطرف اللي بيأذي فيك، خروج الطرف اللي متعمد دايما يأذي، خلي بالكم انتم مهما يقولوا لكم انتم فيكم وفيكم، انتم بتسكتوا وما بتتكلموش لحد ما تشوفوا ايه هتعملوا ايه. صبرتوا كتير جدا، وحان الوقت ان ربنا يؤجل يعني ييسركم باللي انتم محتاجينه. كمان هنا انتم البعض منكم عنده وقف الحال وعنده طاقه انتظار، طاقه الانتظار رهيبه جدا. هنا بتشايفين حاجات كتيرة جدا قدامكم وشغالين عليها او ناويين تشتغلوا عليها، وزي ما قلت انتوا عندكم وجع في تكتيف كتفكم كده وجعكم، او عندكم شوية امور ازياكم. في صديق هنا عامل حبيب ليكم، بس هو مش ولا حبيب ولا اي حاجة، هو خاين جدا، او انتوا هتعرفوا ان هو خاين جدا. انتوا ما تدوش الثقة في حد، خلوا بالكم من النقطة دي، الثقة اللي انتوا بتدوها في حد ده بيطلع اذى ليكم انتوا.
عندكم ابراج مائية فيها هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في شد بينكم الايام اللي جاية. انتوا اليومين دول حرفيا بترسموا كذا خطة علشان تنجح، او فيها هيبقى في كذا تعديل زي ما قلت لكم، هيبقى في اتخاذان حق الفترة دي، هيبقى في امور هتجددوا منها وتطلعوا من الطاقات اللي انتوا بتمروا بيها حاليا. الله اعلم، بس انتوا في حاجات كتيرة جدا شغالين عليها، او اكتر من حاجة ناويين تشتغلوا عليها الفترة دي، علشان انتوا بتقولوا احنا اتظلمنا، فحان الوقت ان ربنا يكبر بخاطرنا ويبشرنا من حيث لا تحتسب. كان عندكم حد ما بيحكمش ابدا بالصلح، كان دايما الشخص ده يعني بيأذي، كان شخص بيحب الفتنة، بيحب الطاقات السلبية. الحسد الشديد بيخليكم بتعانوا من نفور، بيخليكم مش مرتاحين في ارض البيت اللي انتوا فيه، وعايزين تمشوا، عايزين تهاجروا، عايزين تطلعوا من المكان بأي طريقة. ليه؟ علشان ما بقاش عندكم حتى خلق او طاقة. البعض منكم هنا عندك مواجهة مع شخص، او هتسمع كلام بخصوص شخص مقرب منكم، والمواجهة دي هتخليكم كده تاخد قرار حاسم بينكم وبين حد، وهيبقى فيه كلام كتير. انت هنا قريب جدا هتبدأ تجيلك فرص حلوة، وهيتبدأ كده بعمل استثنائي جميل، وهتبدأ تدخل في مشروع جميل برضه هيبشرك بالخير. بس انت عندك طاقة تردد ومش مرتاح في الموضوع ده، او مش مرتاح في الحاجة اللي انت فيها دي. عندك موضوع انت بتحاول تستفاد منه بكل الطرق. انت معروف عنك ان انت بتحب الحياة البريئة، بتحب السهر، بتحب الخروج، بتحب الطاقات الإيجابية. عندك هنا كمان طاقة حلوة، طاقة مختلفة، في حد من أفراد عيلتك انت بتفكر فيه دايما، بتحب دايما تديه، بتحب دايما تقف معاه، بتحب دايما يعني تخليه احسن حد في الدنيا. في طاقة متحكمة فيك، الطاقة المتحكمة فيك دي هي طاقة خمول وكسل، ودايما حاسس بالإحباط والصداع المستمر. لا، اطلع من اللي انت فيه. انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك عندك طاقة حلوة، بس في حد بيراقبك من بعيد ومش راضي يتكلم، او انت مش واخد بالك منه. فانت الفترة اللي جاية هتاخد بالك من كل اللي حواليك، وهتبدأ تهتم بنفسك وتهتم بشكلك وتهتم بحياتك، والحاجة اللي عندك فيها مشكلة هتبدأ تعالجها بشكل كبير جدا، عشان انت هيكون عندك نجاح وازدهار حاسم او ازدهار قوي جدا. انت هنا طيبة قلبك، ويعني طيبتك وطيبة قلبك الابيض دايما ربنا بينصرك على جميع الاعداء، وعشان كده الانفراجات على الباب، عندك كذا باب هيتفتح قدامك، وبعد المعفر اللي انت عمال تعفرها هيبقى في دعم حلو جدا، وهيبقى في طاقة جذرية جديدة على حياتك بسم الله ما شاء الله عليك. كمان هنا عندك فرحة بتتحضر لك زي ما قلت لك، ومفاجأة انت كنت مستنيها من بدري، في حال الوقت ان ربنا يكبر بخاطرك ويبشرك من حيث لا تحتسب. حد عندك عامل زي التعبان، في حد عندك عامل زي كده التعبان اللي بيتبدل الوانه، بيتبدل وشه، والحد ده طبعا انت هتكتشفه بشكل كبير جدا. انت هنا عندك الحياه العاطفيه هيبدا يبقى فيها توازن، هيبدا الامور عندك تتحسن، الاضواء عندك هتكون ليك انت او في صالحك انت بمعنى اصح. بس انت هنا يعني عندك شخص بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، وانت مش حابب الحته دي، او بمعنى اصح مش حابب الموضوع ده، ومش حابب الطريقه دي. فدايما اقول لك حاول تكتم على اي حاجه تخص حياتك. انت معروف عنك ان انت لما بتفرح بتحب تفرح اللي حواليك، بتحب تتكلم، بتحب تقول كل اللي عندك. بس انت هنا عندك شويه ضغوط في البيت، في البيت مش مرتاح خالص، عندك بعض المشاكل بتحاول تحلها، مستني سفر بأي طريقة، مستني نقلة جديدة، مستني تطلع من الوضع اللي انت فيه ده للأفضل. فأكتر عندك أكتر من عقبة موجودة في حياتك، بس العقبات دي انت هتعديها بإذن الله، بس لازم تحسن من حالتك النفسية علشان الضغوط دي. كمان انت الفترة اللي جاية دي هيكون فيها استقرار حلو جدا، وهيكون فيها تغيرات حلوة جدا. بس دايما أقول لك قلل من التفكير اللي جواك، او من يعني من التفكير والصراع اللي جواك، علشان انت تطلع من اللي انت فيه. وشكلك اللي باين قوي ان انت مرهق او حزين او تعبان، ربنا هيفك كربك في الوقت المناسب. في ناس عندك يعني هيجي لهم مولود جديد، او انت هيجي لك مولود جديد الله اعلم، وهيبقى باب حلو جدا هيتفتح لك قريب جدا ان شاء الله. انت قاعد ومستني في طاقة انتظار رهيبة، حاطط ايدك على خدك ومستني الايام دي تعدي بشكل المستطاع. انت هنا عندك شوية ذكريات، شوية حاجات من الماضي مأثرة عليك، وما زالت مأثرة عليك ومأثرة على مستقبلك. فأنت عندك تطوير زي ما قلت لك، وتغيير في أحداث إيجابية، وعندك فرصة. الفرصة دي هتكون رزق كبير جدا ليك، أو هتكون عندك رزق حلو. في اختبار من ربنا هتمر بيه، والاختبار ده أنت هتقعد مع نفسك وهتعرف قد إيه إن هو ده اختبار من ربنا، وهتحاول تلغي حاجات كتيرة جدا من حياتك وتطلع من اللي أنت فيه ده بسلامة وبطاقة إيجابية. كمان عندك مفاجأة حلوة جدا، المفاجأة دي هتكون طبطبة ليك من عند ربنا فقط لا غير، وهيبقى في طاقة إيجابية هتتحول ليك على جميع الأصول. أنت هنا ربنا هينصرك على من عداك، وهتتفتح زي ما قلت لك الأبواب اللي قدامك. أنت هنا كمان
عندك مقابلة مع حد بعيد عنك، أو مقابلة مع شخص بينك وما بينه كلام، أو مواجهة، أو بمعنى أصح ممكن مقابلة في حاجة معينة، الله أعلم. في قرارات هنا، القرارات دي أنت هتاخدها وهتبقى عندك طاقة إيجابية ودفعة لقدام حلوة جدا. كمان أنت هنا عندك بداية هتتحول بشكل مختلف، بس أنت اليومين دول بتعاني من التوتر والقلق والحيرة، وزي ما قلت لك أنت تايه ومش عارف تاخد قرار خالص، بسبب إن أنت مبقتش فاهم الشخص اللي قدامك أو فاهم اللي قدامك عايز ايه. للمفصلين، انتوا عندكم رجوع بس عندكم جرح في قلبكم مازال بينزف، مازال في نغزات من غير اي سبب، ومش عارفين تطلعوا من الطاقه دي ازاي، فلازم تقربوا من ربنا اكتر. وزي ما قلت لكم انتوا دماغكم ما بتفصلش خالص من التفكير، دايما طول الوقت التفكير، دايما طول الوقت مش عارفين تنظموا اي حاجه ولا تعملوا اي حاجه بسبب الحيره اللي عندكم والحاجه اللي مأثره على حته نومكم. في تواصل مع شخص او مع حد بعيد عنكم، بينكم ما بينه مسافه او بينكم ما بينه بلد، الله اعلم، بينكم ما بينه حاجه مختلفه، هيبقى فيه كده كلام وهيبقى فيه تواصل حلو جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا بالتواصل ده. البعض منكم باله مشغول بالرزق، باله مشغول بحاجه معينه في حياته، الله اعلم، بس الحاجه اللي انتوا مشغولين بالكم بيها هيبقى فيها طاقه ايجابيه باذن الله الفتره اللي جايه، وهتلاقوا دعم حلو قوي هيفرحكم. انتوا هنا مهما الناس بتسالكم بتقول ان انتوا كويسين وان انتوا بخير، بس العكس تماما، انتوا طول الوقت بالكم مشغول وطول الوقت تفكير، ودايما كميه صداع وارق وارهاق غير طبيعي. فيا ريت تخلوا بالكم وتاخدوا القرارات الكافيه اللي تطلعكم من حاله الياس اللي انتوا فيه، والتغيير الجذري اللي متعلق بحد في حياتك ده هيقف معاك وهيساعدك. هنا كمان انت في حد هيقف في طريقك وهيساعدك في الطريق ده، وهيعدي لك العقبات اللي موجودة في وشك، وهتتجاوز كل الصعوبات اللي انت موقفة مصيرك، وكمان هتاخد قرار بخصوص الشريك عندك، وهتبقى انت في قمة الازدهار، وهتحس قد ايه ربنا ده كريم عليك، ودايما بيطلعك لمركز حلو جدا بشكل كبير. فلازم تخلي بالك وتكون حريص جدا على اي طاقات سلبية عندك او في حياتك. ليه؟ علشان انت اللي فيك مكفيك، ما بقيتش ناقص ضغوط ولا بقيت ناقص حتى كسرة قلب او اي مشاكل فيها عراقيل عندك. ليه؟ علشان انت اتألمت، انت شفت كتير مش ما شفتش قليل، انت اتعذبت كتير جدا الفترة اللي فاتت، وحصل عندك شوية يأس، شوية ظلم، شوية توتر، شوية حيرة، الامور عندك بدأت اتقلبت او بدأت تتقلب، بس انت رحت خدت بقى قرار مختلف خالص. فانت هنا عندك خبر حلو، وزي ما قلت لك انت في خطة او بالك مشغول بحد محبوس عندك، حد في سجن، حد في خانقه من افراد العيله، او حد انت تعرفه، او حد انت تعرفيه، اي حد عندكم محبوس، ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه في اقرب وقت ان شاء الله. بلاش من وقت للتاني تحسوا بالرغبه ان انتم ما يكونش نفس لاي حاجه، ده غلط جدا، وانتوا كده بتزودوا الطاقه السلبيه. لا، عشان تخرجوا من الحاله اللي مأثره عليكم لازم تدعموا نفسكم وتطبطبوا على نفسكم اول باول. ومهنيا هنا انت عندك موقع في التواصل الاجتماعي حلو جدا، وهيكون عندك رساله ايجابيه ليك، وهتحصل على القضيه او على الحاجه اللي انت عايزها. وزي ما قلت لكم لو حصل عندكم عراقيل في اكتر من طريقه عندكم، فده هيكون طاقه ايجابيه ليكم ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه وتبصوا للنجاح اللي في حياتكم. كمان اقدر اقول لكم هنا ان في فرحه عائليه، الفرحه دي ممكن تكون خطوبه، ممكن تكون جواز، ممكن تكون رسم في اكتمال علاقه، الله اعلم، فهيبقى في طاقه ايجابيه، والناس اللي بينها وما بين حد زعل، هيبقى في رضا الايام اللي جايه، وهيبقى في امور حلوه. واقدر ابشركم ببدايه هتغير تغيير جذري في حياتكم. انتوا هنا في انتظار الاموال اللي تجيلكم، بس دايما اقول لكم احذروا من التسرع، علشان ساعات بتندموا. انتوا دبش في كلامكم ساعه ما تكونوا متعصبين، انتوا عصبيين جدا الفتره دي ومش طايقين اي حد، ومن كتر العصبيه بتقولوا كلام يزعل الطرف اللي قدامكم، وما بتعرفوش تاخدوا اي قرار او حتى تعملوا اي حاجه غير ان انتوا بتقولوا كلام يزعل الطرف ده. فانتوا في علاقه مسمومه او علاقه سامه بمعنى اصح، وفيها تعب نفسي او فيها طاقه سلبيه. في شخص، الشخص ده دايما بيرابك، الشخص ده دايما بيأذي فيك، الشخص ده دايما بيحاول ان هو يتكلم عليك في كل العراقيل او بكل الصدمات اللي انت بتمر بيها او بكل الضغوط اللي في حياتك. فلازم تطلع من اللي انت فيه ده، وهيبقى عندك حضور مناسبه في العيله، والمناسبه دي هتبقى فيها فرحه عندكم، والتغيير اللي هيحصل زي ما قلت لكم هيكون لصالحكم انتوا، علشان انتوا هنا الفتره دي اللي مستنيين التغيير او بتسعوا عشان تطلعوا من الازمه اللي انتوا فيها، الازمه اللي عامله لكم المشكله الكبيره واللي عامله لكم الضغط النفسي اللي انتوا فيه.
كمان هنا في حد هيجيب لكم رسالة تخبير عن حد. وما عايز اقول لكم انه في حاجة حصلت معاكم في الماضي، انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقة ومفيش استكمال في العلاقات بتاعتكم، دخلتوا في اكتر من ارتباط ومفيش اي استكمال في الارتباط بتاعكم، فخدتوا خطوة بخصوص حياتكم بشكل كبير جدا، وهيبقى في طاقة حلوة. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني مكسب حلو قوي وهتفرحوا بيه قوي. المكسب ده هيبقى ليكم انتوا تغيرات في كذا حاجة، في مشكلة مادية هتحلوها وهيبقى في طاقة تانية مختلفة. البعض منكم هنا عنده محكمة بخصوص ماديات وهيبقى المحكمة في صالحكم انتوا، فما تقلقوش خالص. اي نعم حواليكم ناس بتتكلم عليكم بتجيب في سيرتكم، بس انتوا مش مديين الموضوع اي اهتمام ولا اي حاجة. عندكم ليه حيرة في قرارين او ليه حيرة في موضوعين، حيرة مع شخصين الله اعلم، وشايلين الهم وشايلين المسؤولية فوق كتفكم بخصوص اولاد او بخصوص اشتياق لاولاد او حنين ليكم. في شخص عندكم هنا تعب او هيتعب بشخص قرار انتوا هتاخدوش، القرار ده هيكون غريب جدا وانتوا مش عارفين تستوعبوه، فلازم تبطلوا التفكير في الحد اللي سايبكم او سابكم متعمد، عشان انتوا جسمكم بدأ يوجعكم والعظمة عندكم بدأ يحصل فيها حاجات غريبة، ورغم ان انتوا شجاعين جدا وقوياء جدا بس حاجات غريبة بتحصل عندكم بتخليكم مش عارفين تاخدوا اي قرار. وتخلوا بالكم من علاقاتكم اللي عندكم او من الامور اللي عندكم، والترقية اللي هتجيلكم دي انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عنها وما تفتحوش بخصوصها اصلا اي حاجة، علشان خاطر الحسد الشديد وعلشان خاطر انتوا مش ناقصين ان انتوا تفضلوا طول الوقت تبوحوا عن حاجات جواكم او عن حاجات انتوا عايزينها، فده بيعمل لكم الطاقة اللي انتوا شايفينها دي وبيعمل لكم الطاقة اللي مؤذية ليكم. حافظوا على حياتكم بالشكل الكبير وبعدوا عن اي حد ممكن يأذيكم. انتوا معروف عنكم ان انتوا اشخاص هاديين جدا بتحبوا الضحك والهزار وجدعانة واشخاص كده جدعانين جدا في المعاملة، وعشان كده ربنا نجاكم من حد كان متعمد فعلا يأذيكم وكان عايز ياخد منكم حاجات كتيرة جدا، وعشان كده انتوا حاليا حاسين ان شايلين هم الدنيا كلها في وشكم، وحاسين ان انتوا طاقتكم خلصت وشايلين طاقة سلبية كبيرة. اللي انتوا فيه ده غلط، انتوا بس كل مشكلتكم ان انتوا ما ينفعش تثقوا في حد زيادة عن اللزوم، وما بلاش ان انتوا تتعاطفوا قوي مع الاشخاص اللي حواليكم، بالعكس انتوا عندكم طاقة ايجابية وعندكم حاجة جديدة هتفرحكم قوي، والحاجة اللي اتقفلت في وشكم لما كنتوا محتاجينها انتوا ما تعرفوش الحاجة دي اتقفلت ليه، فممكن ربنا يديكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. في كمان هنا المكالمة دي هتجيلك بعد شوية او بعد كام يوم او الايام دي اللي انت فيها خلال الفترة دي، هتجيلك مكالمة حلوة قوي وهيبقى ليها بشرة ليك انت جدا وهتكون مبسوط بيها او المكالمة دي، او اقدر اقولك ان المكالمة دي هتخليك كده تاخد احساس جميل في حياتك، وهيبقى في شراء ملابس او التزامات شخصية ليك انت من التواصل الاجتماعي او من حاجة انت هتجدد فيها الله اعلم، بس هيكون في عندك تحقيق وهتسمع اجمل خبر انت بقالك مدة مستنيه. الفترة دي هي فترتك فلازم تثبت وجودك وابعد عن اي حد متعمد ان هو يأذيك او متعمد بمعنى اصح ان هو يخليك الفترة دي دايما في ضغوط رهيبة، دايما مفيش استقرار، 24 ساعة تفكير او 24 ساعة عايز تشتغل، وعشان كده زي ما قلت لك الالم في الركبة والالم اسفل الظهر والالم في شكلك كله بدا يظهر عليك بسبب ان انت مش راحم نفسك خالص ولا في شغل ولا حتى في تفكير، طول الوقت عمال تفكر عمال تطلع عايز تاخد حقك باي طريقه، عايز تشوف الحياه بشكل مختلف، عايز تنجح، عايز تعافر، الله اعلم، بس انت عندك نجاح باذن الله هيكون بشره ليك خير او هيكون عندك فرحه جميله جدا هيعوضك من اللي انت بتمر بيه او من الحاجات اللي ازياك بمعنى اصح. فيا ريت تخلي بالك كويس جدا من اي طاقه سلبيه عندك او من اي حاجه متعمده ان هي تاذيك. يا رب تكون قراءتنا النهاردة عجبتكم ونالت اعجابكم، وطبعا ما تنسوش زي ما قلت لكم صلوا على الحبيب وتشجعوني باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي تكتبوه، وتنتظروا مني قراءات جديدة واستخارات قوية الفترة اللي جاية.